شارك في مهرجان The Ganza Nights لهذا العام في بنما كوكبة من النجوم، على رأسهم جورج وسوف، فارس كرم، عاصي الحلاني، كريم نور وآخرون. فأين تكمن أهمية هذه الحفلات خارج الوطن للفنانين؟ كتير مهمة للفنان، كتير أكتر ما تتصوري. طبعا بتكون أصعب من غير حفلات لأنه في سفر وفي كراود جديد، سو بدنا نعمل ذا بيست لحتى نرضي الجمهور. إن شاء الله عنا تور بأمريكا، بكندا، بأستراليا قريبا جدا بتسمع عنه مع فاغانزا نايت، ومحضر ألبوم بيتضمن 9 أغاني بكل اللهجات العربية إن شاء الله. بومبا هتحبوه إذا الله راد. السلطة هون كانت كتير، يعني كتير كانت مقدرة لهذا النوع من المهرجان. برجع بقول لك كان كتير في صعوبة، وهون بدي يشير لمديرة عام الأمن العام اللي هي متحضرة من أصل لبناني، المحامية والصديقة الوفية سميرة الغصيني، التي لعبت دور يعني لا تنتسى على نجاح هذا المهرجان وعلى الأبروفد وعلى التسهيلات اللي قدمت لي مع كل السلطات من حيث التأشيرات. طبعاً حابة أحضر الكل، بس since it's a second day، امبارح كانت حفلة كريم نور كتير 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 حلوة والجو كتير حلو، و فاغانزا نايتس يعني من أحلى الحفلات. We always have fun. والله تقريبا يعني كل اللي بيجيبوهم فاغانزا نايت on the top، كلهم بينحضروا، كلهم حلوين وهيك شغلات. بس طبعا الأستاذ فارس كرم، وطبعا الأستاذ الكبير عاصي الحلاني. نظمت فاغانزا نايتس هذا الحدث مرتين في العامين الماضيين وحققت نجاحا باهرا، وكان التحدي لهذا العام إقامة الحفلات رغم تفشي فيروس كورونا، وعليه أشرفت وزارة الصحة في بنما على الإجراءات كافة.